وباب الحاره واللهجه السوريه وهو واري تاني درت حاله عقيد الحاره الفكره باسكو باب الحاره سي سي راهم في 13 وقيله احنا سميناها باب الحاره 71 سهيله 74 ايفون سميناها برو ماكس برو ماكس انا على باس كان عندي كونسيبت تاع باب الحاره بغيت نديرها كاع سيري باب الحاره دي زاد هكا كنت كاتبها ايتو زدت بروبوزيت المخرج العمل عبد القادر جليو قلت له علاش ما نديروش حلقه بارودي تاع باب الحاره ومنها نبدلو شويه نخرجوا شويه قال لي اوكي وخدمناها خدمناها مع البنات البنات يعرفوا يهضروا سوريه كل اللي ما يعرفش يهضر سوريه خدمنا عليه هضروا تخي بيان سهيله وساره الحمد لله باب الحاره كانت ناجحه حلقه ناجحه